السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زكريا وبيشام لا بلاتفورم اجي تفهم اكاديمي متخصصة في دروس دعم البعد. في هذا الفيديو جيت باش نهنئ الناس اللي هما الناجحين في البكالوريا ونعطيهم النصائح، سواء كانوا جابوا نقاط طالعة او لا جابوا نقاط متوسطة او نازلة. كل واحد من هذه الفئات غادي نعطيه نصائح اللي غادي يناسبوه. كذلك جيت باش الناس ديال الاستدراكية نقول لهم شنو يديروا حيال الاستدراكية، شنو هي الاستدراكية بعدا وكيفاش يجيبوا فيها نقطة مزيانة. بالنسبة للناس اللي جابوا واحد النقطة اللي ما تخول لهم شي دفعوا ليكول اللي كيحلموا بها واللي بغاو، سواء كانت ميدسين او لا انسا او لانسام ولا لينا ولا اي ايكول باغيين يدفعوا ليها وجابوا نقطة طايحة، اشنو يديروا؟ شنو هو الحل؟ كما كنعرفوا انه اي مشكل عنده حل. دونك نقول لكم شنو هو الحل في هذه الحالة. هذه لحد الان وصلوني بزاف ديال الرسائل من الناس اللي مشتركين في لابلاتفورم جيت فهم اكاديمي. كاين اللي جاب نقطة مزيانة واللي خولات له يدفع ليزيكول اللي باغي، كاين اللي جاب نقطة طايحة، وكل واحد فيهم عطيته نصائح. يعني كندوي معاهم في بريفيو كنعطيهم نصائح بخصوص هذه القضية، وقلت خصني ندير فيديو في يوتيوب وفيسبوك كذلك نحطو ونقول لكم حسن ثم هذه النصائح. غادي نبدا بالناس اللي هما جابوا نقاط مزيانين ويقدروا يدفعوا على زيكول اللي بغاو. فهاد الناس غنوصيهم انهم يوجدوا مزيان لي كونكور. راه تحدثت في فيديوهات سابقة على لي كونكور كيفاش واحد يبريباري لهم، الفيديو السابق اللي قبل من هذا وقال. وهنا غنفرق ما بين جوج ديال الناس، كاين اللي عندهم باك سيونس فيزيك، فهادو كيلقاو التحدي بزاف مع الماط، كيلقاو مشكل في الماط وكذلك في الفيزيك، خصوصا في الماط تلقاو انهم خصهم يديروا مجهود باش يوجدوا له. دونك الماط سواء ميتين انسام لي زيكول اللي فيهم الماط في الكونكور ديالهم، فغتلقاو شويه صعوبه، خصكم تديروا دوبل افور باش تقدروا توجدوا داكشي. وكذلك الناس سيونس مات، ماشي كاين انكم سيونس مات يعني مزيان في المات غادي تقدر دوز الكونكور، لا، الكونكور الهيت ديالو بوحدو خاصو توجد له حتى هو، لانه كيتحط كيو سي ام ماشي بحال ماشي ريداكسيون، خاصك تعرف تجاوب بالزربه على دوك لي كيسيون. هادشي راه ذكرته في الفيديو السابق. باختصار اول خطوه تبدا بها باش توجد لي كونكور خاصك تخدم لي كونكور السابقين، لي كونكور اللي فاتوا تخدمهم وتفهمهم وتشوف لي ميثود. يعني كاين دي ميثود اللي ذكرتهم لكم في الفيديو السابق في الماط اللي غيعاونكم باش تخرجوا لي ليميت، غيعاونكم باش يعني تكالكوليو دي زيكسبرسيون فيهم لا صوم، تحسبوا لي ليميت ديال شي سويت اللي هي معرفه بواحد الطريقه مختلفه شويه كيفاش تلقاو الليميت ديالها. الاسئله فيهم خصك تخدم عقلك شويه، وكاين اسئله كيعتمدوا على المكتسبات ديال الدروس اللي قريتهم في الباك. دونك خذوا لي كونكور بجديه وجدوا لهم مزيان، حيت كاين اللي كيجيب نقطه مزيانه وكيدوز كونكور ما كيجيبش هذاك المدرسه. علاش؟ لانه ما كيبريباريش لي كونكور مزيان. الكونكور راه كاين عدد ديال المقاعد خاصك انت تجي من الاولى. اجي ندوي دابا على الناس اللي ما جابوش لا نوت اللي كانوا كيتمناو، ما جابوش النقطه، فهذه ماشي هي نهايه العالم. غنقول لكم شي نصائح اللي غيفيدوكم، لانه اي مشكل عنده حل. مثلا انت باغي دير ميديسين، ناخذ هذا كمثال وطبقوه على كاع لي زيكول الاخرين. مثلا باغي دير ميديسين ولا باغي ديري ميديسين وما جبتيش السوي ديالها، ياك بالنسبه لك الميديسين حلم، باغي دير ميديسين وباغي شي حاجه اخرى. فهنا الا كنتي فعلا باغي ميديسين ما جبتيش السوي ديال هذا العام، فعندك جوج خيارات. يا اما انك ما فيك ما تضيع عام، باغي تزيد تكمل، ما باغيش تعاود دير باك ليبر، غتقرا في شي دومين اللي قريب للميديسين. فمثلا تكمل في لابيولوجي او تكمل في شي حاجه عندها علاقه بالدومين ديال الصحه، وتقدر من بعد انك تلقى راسك خدام في الدومين ديال الصحه. وراكم عارفين يعني الناس اللي كيتبعوني دابا اللي كيشوفوا فيني راه يكونوا عارفين انه كاين شحال من دومين قريب للصحه. فمثلا دير لابيولوجي، تقدر دير التمريض، تقدر دير شحال من حاجه. كاين بزاف ديال الطرق من غير كلية الطب، غير هو كتبقى كلية الطب هي احسنهم. بالنسبة للناس اللي هما مستعدين يديروا باك ليبر، هذا هو الحل الزوين، هذا احسن حل. هذا العام اللي كندوي معكم كانوا مشتركين عندي ناس اللي داروا باك ليبر وداروه سيونس مات، يعني كانوا خذوا العام اللي فات باك سيونس فيزيك وداروا باك ليبر سيونس مات اللي هو اصعب من باك ليبر سيونس فيزيك، وخدموا ضربوا تمام، ودابا جابوا نقط عاليه، جابوا
اكثر من السوي ديال الميديسين. واحد الدري يلاه دويت معاه اليوم جاب ما بين جهوي 75% ووطني الوطني 75% وجهوي 25% جاب 14 ونص. هو كان باغي غير الميديسين خصو يجيب 12، جاب 14 ونص في المؤدل بالنسبه للباك ليفل، وكان سيونس فيزيك وكما قلت لكم دار سيونس مات. كاين اللي كان سيونس مات ودار سيونس فيزيك، هذا كيجيب نقطه طالعه عاوتاني، كاين حتى هذا الاكزومبل. ف هكا بحال هذاك الام اللي كيدير لك بحال كترجع واحد الخطوه اللور باش تزيد خطوات الامام وتكون في الطريق الصحيح. حيت كاين اللي كيبان له عيب انه يدير باك ليبر ولا يضيع عام ولا عام ضيع عام باش تمشي في الطريق الصحيح اللي انت باغيه، راه تقدر يكون حل ويكون خير لك من انك تضيع سنين في الطريق اللي انت ما باغيهاش. فعلا ممكن انك يعني تكمل وتلقى راسك في واحد الطريق اللي هي خير لك. هادشي الا كنتي مثلا انت باغي دير ميديسين، انت لا علاقه مع ميديسين، ولكن انت باغي دير ميديسين حيت فيها الفلوس مثلا، كيقولوا فيها الفلوس، باغي دير ميديسين، انت ماشي كتعجبك الميديسين بغيتي ديرها صافي، ولكن ما كتبلكش ديرها، ما جديتيش النقطه ديالها اولا جديتي النقطه ديالها دوزتي كونكور وما تقبلتيش، ولقيتي راسك درتي مثلا واحد درتي لانفورماتيك ولا درتي شي حاجه اخرى. فهنايا هنا غتقدر تلقى راسك في واحد الطريق اخرى اللي هي خير لك من الميديسين، لانه الميديسين تقدر تكون ماشي ديالك. كنهضر للناس مثلا اللي باغي الميديسين باغيها هي كيحس براسو تصلح له الميديسين، وكاين واحد اخر تيحس براسو تصلح له الانفورماتيك مثلا، هو ما قدرش يدير كلاس بريبا باش يدير ليكول محمديه دي زانجينيور يدير فيها التخصص ديال الجيني انفورماتيك ولا انجينيور انفورماتيك. فمشى دار او اس تي مثلا، او اس تي وعاد دار فيها الانفورماتيك وعاد بغى يكمل مور او اس تي، اولا مشى دار اس ام اي في لافاك وقدر يولي انجينيور انفورماتيك حتى هي عن طريق الاس ام اي في لافاك. دونك كيسلك طريق اخرى وتلقى راسو في واحد الطريق اللي هي خير ليه، خير ليه من هذيك الطريق اللي كان هو راسمها في دماغه راسو. فخصكم تحاولوا تجمعوا ما بين انكم ترضون بقضاء الله وقدره، ولكن في نفس الوقت تطمحون الى الافضل، باغي كدير الاسباب باش الله سبحانه وتعالى ييسر لك شي طرق اللي هي يعني تكون ميسره وسهله وخير لك ان شاء الله. حيت التوكل لله سبحانه وتعالى لا ينافي العمل بالاسباب ولا دير الاسباب، دير الاسباب وتوكل الله سبحانه وتعالى، اعقلها وتوكل على الله. وربما يكون انك تعاود دير باك ليبر ربما يكون فيه خير لك، وانك تبازا مزيان وتولي عندك واحد الباز سوليد اللي غتخليك تكمل من بعد الباك بواحد السلاسه، في حين انه يكون كملتي من يعني بالمستوى اللي عندك تقدر تحل وتلقى مشاكل من بعد الباك. فبالتالي ضل بال من القضيه هذه. كذلك اللي كيعاود العام مثلا اللي ما كيجيبش معدل وكيعاود العام، فكتعاود العام ماشي كتعني انه ما عندك الزهر او لا كتعني انك فاشل او لا، كتعني فقط انه انت محتاج واحد شويه ديال الوقت باش تزيد تبازا مزيان باش انك تنطلق انطلاقه صحيحه. شوفوها بحال هكا ماشي تشوفوها سقط. للاسف المجتمع تا هو تيساهم في هذه القضيه، انه واحد تيخجل انه يقول عاود استدراكي او لا درت عامين في الباك او لا درت باك ليبر 3 سنين او لا. شحال من واحد يعني دار باك ليبر مره جوج ثلاثه حتى دار داك باك ليبر ودار داك الشيء اللي باغي. فالحياه راها ماشي بديك الطريقه محسوبه، انا على 18 عام خصني ندير كذا، وعلى 20 عام خصني يكون عندي كذا، ولا 21 خصني يكون خدام، ولا 23 خصني يكون تزوجت، ولا على 30 عام خصني نكون عندي وعندي كذا وعندي دار وعندي طوموبيل، وخصني في 40 عام نكون وليت كذا، وفي 60 عام خصني نكون تقاعدت ولا هذا. ما كتحسبش بحال هكا. كاين اللي في 20 عام يكون عنده كلشي، وكاين اللي تا 40 عام وعاد عاد يوصل داك الشيء اللي بغا، وكاين اللي في 30 عام، وكاين فين كاين الحلاوه ديال داك الشيء، وكيفاش وصلتي لداك الشيء، واش وصلتي له عن جداره واستحقاق اولا وصلتي له بطرق غير مشروعه، واش وصلتي بواحد واش عندك بعد اهداف نبيله
لا الهدف ديالك شنو هو في الحياة؟ كيفاش باغي تعيش؟ فالحياة ما تلخصوهاش في الباك. الباك هو فقط واحد الشهادة غتاخدوها باش تقدروا تقراو وتكونوا في مجموعة من المجالات باش تخدموا، وعاد ديك الساعات نتوما تنفتحوا على الحياة وتشوفوا الحياة شنو فيها، لأنه الحياة الدنيا فيها بزاف ديال الحاجات. إن سعيكم لشتى، كل واحد شنو مكتب الله وكل واحد شنو غادي يدير. إذن خصكم تبعوا بهذه القضية وما تحاولوش، سيرتو الناس اللي كيجيبوا نقط طايحين اولا كيسخطوا اولا كيخصهم يديروا باكليب، فكي كيحسوا بلي الدنيا ضاقت بهم، في حين ان الدنيا ارض الله واسعه والفرص ما كتسالاش الا لنت ساليتي وحبستي وهبطتي يديك. هادشي اللي كاين بالنسبه باش ما نطولش عليكم. الناس ديال الاستدراكيه فنصحكم بالفيديو اللي درت قبل ما قبل من نهار الامتحان، نوري لكم دابا الا دخلتوا لاشين فقط تلقاو الفيديو هو هذا، توقعاتي سيدنا صحيح. هذا عطيتكم فيه واحد التوقعات اللي فعلا كان بزاف من الناس تحط في الامتحان. شوفوا هذا الفيديو، ففيه نصائح، كذلك هذا الريزومي ديال الدوره الثانيه. دونك انتم شوفوا هذا، هو الاساس، هذا الفيديو هذا. كان معكم زكريا بشمله بلاتفورم جيت فهم اكاديمي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تلاقوا فيديو جاي ان شاء الله. نبارطاجي معكم شي حوايج اخرين اللي غينفعكم ان شاء الله. السلام عليكم.